بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل موضوع الوسط، وهنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، وهو الميثودز اوف وست ديسبسر. ان ازاي بشيل القمامة وزلها واجمعها في ايه. اول حاجة بستخدم، انا بحطها في اللاند فيلز اللي هي مقالب القمامة او الاماكن اللي تدفي فيها القمامة، الانسريشنز عملية الحرق، الكومبوستنج عملية اسمدة هذه النفايات، والسورس ريدكشنز اللي هو تخفيض النفايات من المصدر، والعمليه المهمه جدا جدا بالنسبه لنا اللي هي ريسايكلينج، ودي من اهم العمليات الاقتصاديه بالنسبه لنا. لما نيجي نتكلم على اللاند فيلز اللي هي مقالب الوسط النفايات، بنلاقي دي متوفره في الاحياء، بتوفر اماكن معينه لهذه النفايات. يبقى الموست مونسيبال سوليد ووست از ديبوسايدد ان لاند فيلز، ودي بتكون source of groundwater pollutions، بتسبب groundwater pollutions. المشكلة اللي احنا بنعانيها دلوقتي انه هو عملية انه اللاندفيلز في العصر الجديد اللي قلت الاماكن قوي، يبقى number of municipal landfill is declining, some closed for violations, new landfills costly and often restricted. بنقول ان احنا عندنا مشكلة اللاند فيلز الان، او توفير اماكن تكون اماكن لتجميع او تجميع الوسط او النفايات، اصبحت بتقل بطريقة كبيرة جدا. ليه؟ لانه اسعار الاراضي بقت غالية جدا جدا، وبالتالي الاحياء ما بقتش قادرة على توفير مساحات كبيرة. انه بعض الاماكن بدأت البلديات تحول مثل هذه الى جاردنز، كذلك نتيجة الفيوليشنز والضوضاء اللي بتحدثها مثل هذه اللاند فيلز. ويمكن الفيجر اللي قدامنا ده بيورينا اللي هو سنتري لاند فيل، اللي هو اللاند فيل اللي هو الصحي عندنا. بيبقى انا عندي العربيات القمامة بتيجي بتحط القمامة، وبعدين ببتدي انا اشوف هنا. لو جينا مثلا في اليو اس اي لقينا انه عدد المقالب في الولايات المتحدة الأمريكية النمبر قل جدا، وكذلك كل دول العالم، بس ده كمثال توضيحي. يعني كان سنة 1988 كان في 8000 مكان أو مساحة موفرها البلديات لتجميع هذه القمامة. طيب سنة 2000 العدد بقى كام؟ العدد تقريبا بقى 2000 وشوية، يعني تقريبا قل 4 مرات العدد، وده نسبة كبيرة. فأصبحت مشكلة هي عملية تجميعات وإزالة القمامة في أماكن لللاندفيل. زي ما قلنا الأسباب إنه أماكن كتير تحولت إلى جاردنز، حدائق أو استخدامات لاستخدامات حكومية. الحكومات أصبحت غير قادرة على شراء قطع أراضي نظرا لغلو أسعار الأراضي على مستوى العالم. الطريقة التانية عملية الانسليشنز، ودي عملية الحرب. يبقى الانسليشنز is dispersal method which solid organic waste are subject to combustion. ان انا باخد المكونات العضوية بتاعتنا وبعملها عملية حرب. طبعا دي ليها فايدة وليها برضو بعض الحاجات المخاطر. الانسليشن reduce volume of solid waste by من 20 الى 30% of original volume. بتقلل الحجم بتاع النفايات الموجودة عندنا بنسبة من 20-30%. الانسليشن or high temperature waste treatment are described as the thermal treatment، بنسميها معالجة حرارية. بنلاقي تقريبا حوالي 15% of municipal solids waste is incinerated بيحرق. يبقى about 50% of municipal solid waste is incinerated. يبقى بنقول 15% من مخلفات البلديات بيتم حرقها. طيب لما نيجي نشوف الانسيريتورز تايبس، اول حاجه ريفيوز درايفد فيول، اللي هو ريفيوز ستارتد تو ريموف ريسايكلبل اند ان بيرنيد ماتيريال، هو عمليه رفض الوقود اللي جاي من عمليه اعاده الحرق عندنا، وده بيكون
عندي هنا higher energy content than raw trash، عندي كمية الطاقة الموجودة أكتر من الطاقة اللي هي trashes. mass burn بيتم فيها everything smaller than major furnitures and applicants load into furnace، باخد كل الأجزاء الصغيرة الأقل من الأساسيات والحاجات الكبيرة وبحطها في أفران تتحرق. طب دي بتعمل إيه عندي؟ بتديني create air pollution problem، مشكلة الدخان طالع والمتصاعد من هذه المحارق بيعمل مشاكل لتلوث الهواء، يبقى انا عالجت حاجه وضريت حاجه ثانيه. reduces dispersal volume by من 80 الى 90%، ولذلك احنا بنقول الاي بي اي الهيئه الدوليه او المنظمه العالميه للبيئه has found alarmingly high toxin level in incinerator ashes، يعني بنقول الهيئه العالميه حدد لنا مواصفات لمستويات السميات نتيجه هذه الطريقه اللي موجوده او طريقه الحرق، فمتحددين المفروض ما نتخطاهاش في الدول اللي هتعمل تستخدم عمليه الحرق في عمليه تقليل الوسط. incineration pools incineration pros incineration pros اللي هي مكاسب عمليات الحرق reduce volume بتقلل حجم 90% والويت ب 75%. طيب انا ايه الميزه المهمه جدا بقى؟ انا بستخدم الهيت دي هيت فروم بيرنينج كونفيرنج تو الكتريستي، ممكن استخدم نتيجه الحرق ده انه انا احولها الى كهرباء، ان انا اشغل تربينات اشغل حاجات اخد الحراره احولها الى كهرباء. ممكن اتجاهات حديثه حاليا هو استخدام مثل هذه النفايات والحراره طالعه منها في بعض المصانع او بعض الصناعات كثيفه استخدام الطاقه زي صناعه الاسمنت، وده بدا يتطبق في بعض الدول نتيجة غلو البترول وغلو البنزين، فبدأ عندنا انه احنا نستخدم الحرارة اللي بتنطلق من عمليات حرق النفايات في مثل هذه الاستخدامات المهمة، وبالتالي بتوفر وبتقلل انتاج تكلفة انتاج الكيلو وات اور او تكلفة انتاج السمنت. يبقى دي كلها مزايا انا بكتسبها من عملية حرق النفايات. incineration cones الخسائر اللي ممكن اخسرها، ان انا بعمل اول حاجه زي ما احنا قلنا create air pollution، بعمل خلق لمشاكل تلوث الهواء. concentrates toxins in ashes بيتركز عندي مستوى السميات في الرماد اللي بيطلع عندي، وبتكون more costly than landfills as long as space available، يبقى بنقول مكلفة أكتر من اللاندفيلز، لكن اللاندفيلز مجرد بتشتري قطعة الأرض تضع فيها، لكن دي لما بحرق والكلام ده بيبقى عندي تكلفة استخدام الوقود اللي استخدمه فيه أو استخدامات الحرق اللي موجودة عندنا والأضرار البيئية اللي بتنتج عندي. يبقى أنا عندي شفنا طريقة اللي هي الميثود أوف ووست ديسبرسال، وشفنا إيه هي المكاسب والخسائر لعملية الحرق. الطريقة الثالثة عندنا الكومبوستنج، وهي أسمدة هذه المواد لتحويلها إلى سماد. يبقى harnessing natural decompositions to transform organic material into compost، إن أنا أحول المواد العضوية اللي موجودة عندي في النفايات إلى سماد أقدر أستخدمه. لو إحنا نبص للولايات المتحدة هتلاقي عندك تقريبا 3800 كومبوستنج فاسيلتيز كارنتلي in USA. source reduction to prevent it from being source reduction to prevent it from being produced اللي عملية الوسط preventations، ان انا اقدر اعمل عملية منع يبقى الوسط prevention. يبقى source reduction to prevent it from being produced ودي بتطلق على الوسط prevention. reduce and reuse individuals and industry، ان انا اقدر بعمل عملية تقليل او عملية اعادة استخدام في الصناعة. save natural resource reduces waste to toxicity
reduce cost، يبقى بنقلل المصادر الطبيعية، بنقلل سميات النفايات وبنقلل الكوست. recycling، ودي آخر عملية عندنا بنتكلم، ودي من أهم العمليات في الاستفادة من الوسط. يبقى recycling refers to collection and reuse of waste material، إن أنا أقدر أجمع وأقدر أعمل إعادة استخدام للنفايات. reproceeds into new product، إن أنا هعيد أنتج منها منتجات جديدة. collected separately or sorted directly from mixed waste streams، ان انا بقدر اجمعها منفصلة زي ما قلنا احنا ممكن نطلب من الجهات اللي بتنتج مثل هذه النفايات انها تفصلها الى انواع، الالومنيوم لوحده، الحديد لوحده، البلاستيك لوحده، او ان انا اقدر اخدها مخلوطة واقدر اعملها انا عملية تقسيم بعد كده. يبقى احنا لما نيجي نبص عندنا recycled include في حاجات solid، solid material، copper، steel، anything like this. وبعدين عندي paper board، carton، glass، newspaper، glasses. بيبقى عندي ان انا اقدر اجمع material زي المعادن واقدر اعيد صناعتها، ودي بتبقى يعني امثلة كتير في الحياة عندنا بنقدر نستخدمها، إذا كان كبر، إذا كان ستيل، إذا كان بلاستيكات، إذا كان كذا بقدر استخدامها. برضو صناعة الورق بتقوم على البيبر بورد والكارتونز اللي موجود، ده بيصنع من الأقوام النفايات والقمامات اللي موجودة عندنا. يبقى إذا أنا هنا بقدر أطلع أو أحول النفايات إلى مواد تستخدم في إنتاج منتجات جديدة، وبالتالي أنا بعمل قيمة اقتصادية نتيجة وجود هذه النفايات بالرغم من أضرارها البيئية. تعال نشوف الريسايكل بينفيتس اللي هي المزايا او المكاسب اللي ناخدها من عملية التدوير. ريسورس كونسرفيشن، عملية التحويل، والبلوشن ريدكشن. يبقى كراش دي جلاسز على سبيل الامثلة، الزجاج ريديوسز نيو جلاس بنسبة باي 50%. يبقى بنقول الزجاج اللي انا بجمعه بيقلل الزجاج اللي انا هحتاجه في انتاج منتجات زجاجيه بنسبه 50%. One day addition consume 62,000 trees، يعني بقول يوم واحد تأليف وكتابه بيستهلك حوالي ما يعادل 62,000 شجره يصنع منها الورق. يبقى انا لو خدت هذه الورق وعملت اعاده تدوير بلاقي انه 40% of paper is recycled، يعني اقدر استخدم 40% من البيبر الداجد او المرميه او الانيوزد الى بيبر جديده تقدر تعاد تصنعها. over 60% من الالومنيوم كانز recycled، يعني كل الالومنيوم كانز، وشوف انت كام مليون كانز بتستهلك في اليوم اقدر اجمعها واطلع واخد 60% منها بيكون صالح لاعاده التدوير واحوله الى الومنيوم ويستخدم في منتجات الومنيوم جديده من هذه المواد المعاد تدويرها. Recycles is half of all household and commercial waste، تقريبا 50% من استخدامات المنازل والمحال التجاريه او النفايات بتاعتها يعني ممكن يعاد تدويرها. lower demand for raw resource، احنا ما بنعيد هذا الكلام ايه؟ بقلل الطلب على المادة الخام. يعني على سبيل المثال لو انا بنتج مثلا منتج بيحتاج مثلا مادة خام 100 طن وانا انتجت مثلا من مادة الخام هنقول زي الحديد، عايز انتج حديد تسليع، عايز انتج حديد whatever، وانا عندي من اللي هو الداجد بتاعت المعادن والبقايا بتاعت العربيات المعدنية وكل البقايا المعدنية الحديد، انا باخدها بعمل لها عملية انصهار وبطلع منها كميات حديد تدخل مع كميات الحديد الرو، يبقى انا هنا وفرت مثلا فور اكزامبل 40%. يبقى انا كنت استخدم 100% كخام حديد هيبقى سعره غالي جدا، بستخدم من المعد المعاد تدويرها بسعر ارخص، يبقى انا
خفضت تكلفه المنتج النهائي. Reduce energy consumption and air pollution. يبقى أنا قللت الـ air pollution وعملت توفير للطاقة أو قللت استخدام استهلاك الطاقة. إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي محاضرات الوسط. شكراً.